العالم كله قال عنها الأهم مهما كان المهم، من أول ما فتحت عينك على الدنيا معاك، في وقت ضعفك هي اللي سنداك، ووقت حزنك مش سايباك، هي القوة والأمان اللي في قلبك من جوه، هي أمك وأختك ومراتك وبنتك، هي كل ست بتعيش معاك في حياتك، هي مش نص الدنيا بس، هي الدنيا كلها. بمناسبة ان امبارح كان اليوم العالمي للمرأة، حبينا النهاردة حلقتنا تبقى هدية لكل ست. والنهاردة اول هدية معانا هي فقرة اسرار العناية بالشعر، واللي هيقدمها معايا زميلي خالد عبد الناصر. اهلا بك يا خالد. صباح الخير يا ندى. صباح الفل. صباح الفل عليكم مشاهدينا، ويوم جديد وحلقه جديده من برنامج كلام في كلام، وطبعا كل سنه وكل بنت وست مصريه وهي بخير وطيبه. صباح الفل يا ندى. صباح الخير. والنهارده ضيف الفقره ضيف مميز جدا، وارث المهنه ابا عن جد، وكمان اشطر مصفف شعر وصاحب بيوتي سنتر عزت في حلوان. اهلا بيك استاذ كريم عزت، منورنا في فقره الشعر. اهلا بيك. عايز اعرف بقى بدايتك في المجال ده بما انها بدايه عريقه، يعني ربنا يبارك لك. احنا بسم الله الرحمن الرحيم. الاول انا اشتغلت من صغري، من صغري كده كان والدي كان بياخدني معاه وانا رايح المحل وانا صغير، فكان بيوريني وكنت بشوف كل حاجه كان بيشتغلها وكان بيوريهاني، فتحبتها المهنه كمان الشعر حبيتها. فبدات اشتغل فيها، بدات اعرفها حاجه حاجه، بس انا حبيت اكتر حاجه فيها الصبغه. فعشان كده اتمنكنت انا اتعلم الصبغه اكتر حاجه. هو فعلا اكتر حاجه استاذ كريم مشهور بيها هي فعلا الالوان المميزه اللي اي ست تيجي تخش تقول له انا عايزه اللون ده ويجيبه لها بالظبط لو لايق عليها، ولو مش لايق عليها ما عملوش احلى حاجه. طب احنا طبعا شغل الصبغ ده مرهق جدا لو الشعر الوانه مختلفه طبعا، وازاي ان انت تقدر قبل ما تصبغ ازاي نقدر نحافظ على الشعر قبل ما نصبغ شعرنا؟ قبل ما تصبغ شعرك فمش اي لون ينفع مع الشعرايه، لازم الاول ادرس الشعرايه الاول قدامي. ما ممكن يكون الشعرايه في حد عمل شعره نفسه مثلا في البيت، جاب تشقير مثلا راح حطه على شعره حرق شعره، الشعرايه تبقى استكت بقى خلاص اتقطعت، دي مش هينفع معها اي لون والله، خلاص مش هتنفع لها اي لون. لازم الاول الشعرايه بتتغمق، بقى بتريح الشعرايه فتره عشان ترجع تعمل اللون الوانات بقى. الوان انت عايز الوانات حسب بقى الشعرايه. طيب امتى الست يعني او البنت او السيده تيجي تقول لك مثلا انا عايزه اعمل شعري او الون شعري، تقول لها لا معلش مش هينفع؟ لو عامله حنه مثلا في شعرها، حنه سودا. ليه؟ عشان الحنه سودا دي غمقت الشعرايه جامد. طبعا تمام، غمقت. انا دلوقتي مثلا هتقول لي انا عاملاها بقالي كتير، عاملاها بقالك قد ايه مثلا؟ تقول لي عاملاها بقالي 3 شهور 4 شهور. طب ما المسافه بتاعت ال 3 ل 4 شهور دي 3 سم، يعني 3 سم بتلاقي الشعرايه تولت من الجدر لحد هنا كده المسافه، اصبح بقى الشعر لسه في حنه. هنيجي نوزع صبغه هتلاقي الشعرايه من فوق خدت لون وبقى الشعر ما خدش لون، اصبح بقى لونين. طب هندخل، ممكن ندخل نفسها في مرحله ثانيه، طب اسحب لي لون اللي هو تجيب تشقير او تشقر شعرها واكسجين قوي. ايه بقى الضرر ده بقى؟ الضرر ده شعرها هيبوظ، هينشف وهيتقطع. طب ايه المده اللي انت تقدر بقى تصبغ بعد ما بعد الحنه دي؟ بعد انا اقدر اصبغ بعد الحنه بعدها بسنتين. والله لازم تستنى جدا لحد ما الروتس توصل لحد هنا كده، وبنقص كل الحنه. والله ما الحنه دي غامقه. انا حتى لو عملت الوانات هتلاقي في فرق من فوق ومن تحت، وهي عايزه تعمل شعرها كله لون واحد. حتى تلاقي احيانا كده بتظبطوا فكره ان مثلا وقت الجزء اللي فوق اقل من وقت الجزء اللي تحت. صح. او الكلام. أيوة. ده كله صح كده؟ اللي هو من ناحيه ايه؟ يعني عشان مثلا اظبط اللون نفسه بيبقى في تدريجه معينه للون. أيوة انت طبعاً. عايز توصل لها فبتبتدي ان انت الوقت نفسه. ايوه لازم تستنى شويه لحد ما الحنه دي تروح، وزيها الصبغه السوداء وزيها مثلا زي البروتين. البروتين مثلا ممكن اعمل لون واحد. طيب. يعني مثلا لو هعمل بروتين، حد هتعمل بروتين هعمل لها لون واحد ما اعملهاش لونين اللي هو الصبغه واللايت. الصبغه واللايت مع البروتين طبعا كده كده هتعمل الاول الصبغه الاول واللايت. تيجي تعمل بروتين هتلاقي الشعرها وقت وهتلاقي اللون غير. معانا صور للاستاذ كريم وشغله الجميل، ما شاء الله. ربنا يبارك. الوان مبهجه والوان مختلفه كمان. بتعرف بقى يعني دي هيلي عليها اللون ده؟ الكلام ده كله من البشره بتاعتها اول حاجه والشعرايه. تمام. وانا بشوف الاول العميل الاول انت حابه ايه، يعني انت يعني دماغك رايحه لايه، انهي الوانات، هل بتعملي شعرك مثلا استشوار باستمرار او ما بتعملوش، هل بتحطي ميك اب او ما بتحطيش ميك اب، لان في الوانات بتبقى محتاجه ميك اب على طول.
تمام. وفي الوانات محتاجه استشوار على طول ومكوى ان شعرك يكون معمول على طول، فعلى حسب بقى استخدامها حسب هي. في الوانات، في ناس كتير ما بتعملش استشوار ومكوى، بتحطش ميك اب، دي لها الوانات ودي لها الوانات. طب البشره، البشره بقى معلش يعني اللون المحدد للبشره دي اعرف ازاي ان انا اغامق مثلا غوامق مع البشره الفاتحه الفواتح كده يعني؟ هو عامه البشره الفاتحه بتاكل عليها اي حاجه، يعني البشره الفاتحه بتاكل عليها اي حاجه. حلو. القمحويه يعني ممكن ما نفتحش قوي بلوندات، يعني البلوندات او في القمحويه والبشره السمراء بتبقى بتلمعهم شويه. طب احنا دلوقتي صبغنا، تمام، ازاي بقى انا اقدر احافظ على الصبغه دي لمده كويسه، وازاي اقدر احافظ على شعري من بعد ما صبغ عشان يفضل على اللون بتاعه؟ على اللون بتاعه. عامه الالوانات ما بتغيرش، انا بعمل الوانات ما بتغيرش لونها عشان ما بسحبش الشعر لون. تمام. يعني انا ما بعملش سحب لون، اللي هو اشقر الشعر الاول كله اخليه اصفر كله بعد كده نبتدي نصبغ، لا. انا بعمل لايت مثلا، يعني اعمل لايت واشتغل بقى بالصبغه. يعني الصبغه دي بتفضل معاها لحد ما هي لحد ما تيجي تغير اللون، والله ما تغيرش منها. يعني ما بتطلعش من الميه مع ما بتطلعش، لا 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 ما بتطلعش من الميه، بس ممكن مثلا في الوانات بتضطر ان انت مثلا تيجي ترانسج عليها، ترجعها تاني كل شهر مثلا مره. انا عرفت بقى منك معلومه ذهبيه شويه وحابه اقولها وافيد بيها المشاهدين. فكره ان مثلا الالوان ما لما نستخدم كريم او زيت او كذا، في الوان يعني استخدام الزيت بيغير لون الشعر او حاجات زي كده، اديني تفاصيل اكتر عن الموضوع ده. الزيوت بتلمع الشعر اصلا بطبيعتها، فانت لما تبقى عامله لون فاتح وتيجي تدهني الزيوت بتلاقي اللون كده غمق. انت تيجي تقول لك الشعر غمق ليه؟ مش الزيوت اللي بتقول، لا بتحطها حضرتك او كريمات. فانا عارف الناس طبعا ما بيحطوش مثلا بعقل بنجري، بيحطوا يعني بتوصي شويه بالمعلقه، فبيحطوا كتير طبعا، ده كل ده بيغمق الشعر. طب يعني البديل ايه؟ البديل مثلا ممكن سيروم، يعني ممكن نحط سيروم مثلا ونيجي مثلا نغسل شعرنا. عامه ما تكسريش كل يوم بشامبو، يعني مش كل يوم نغسل شعرنا بشامبو. انت ممكن مثلا تكسري شعرك بشامبو في الاسبوع مرتين مثلا، كل يوم تخش تاخدي شاور، يبقى إيه انا اخد شاور وبلسم او حمام كريم، لكن مش كل يوم والسيروم، وتديني شعرك سيروم هتلاقي الشعرية معاكي طريه وتلاقي الشعرية حلوه جدا. طب في ناس بتقول لك انا بعد ما بصبغ شعري او بلونه بلاقيه ما بيكملش اسبوع او اسبوعين ولا ايه نشف؟ ما ده بقى بيرجع من سحب اللون، ما ده اللي بقول لك عليه. مش يعني اي حد مش اي حد هيشتغل بالصبغه، لان دلوقتي المعظم كله بيفتح شعره الاول. طب ايه اغرب الالوان اللي انت صادفتها، يعني اللي انت عملت لون كده اللي انت استغربت؟ اكيد اللي هو ممكن مثلا ادخل ثلاث درجات في بعض، ممكن ادخل اربع درجات في بعض مثلا. يعني ساعات بنلاقي الوان بينك واخضر وحاجات كده غريبه. لا انا ما عملتها مره، بس ما بحبش الالوان دي، بتنزل على كل الالوانات دي خلي بالك. يعني الاخضر والبينك والالوانات دي كلها بتنزل، يعني انت دي بقى تنزل في الغسيل مع الصابون مع الشامبو، مع اول غسله راح اللون. بس لما بيروح اللون بيبقى شكل الشعرية مش حلو خلي بالك. ايوه طبعا بيبقى الشعرية الاول اصفر الاول، بيفتحوا بعد كده يعملوا بينك، تكسر شعرها راح اللون، بس هتشوف منظر تاني مش هيبقى كويس. فانا ما بحبش اعمل الالوانات دي عامه. قبل ما نكمل الفقره بتاعتنا، انا حابه ارحب بالضيفه القمر اللي منورانا النهارده، اللي هتعمل لنا مفاجاه حلوه، وهي المودلز ياسمين. اهلا بيك. اهلا بيك ياسمين. الحمد لله تمام. هتعملي لنا ايه بقى مع ياسمين النهارده؟ انا هعمل لها شعرها ويفي، تسريحه كده حلوه كده رقيقه، ده لاي حد ممكن، حد اي حد البنات تعملها لنفسها في البيت. مهم بقى جدا عشان الجامعات والشغل والكلام ده. بس بنصحهم والله البنات ما بلاش يعملوا شعرهم كتير في البيت، يدوسوا عليه كتير. طب يلا بينا نوريهم. طب تعالى نوريهم. اوكي نتفرج بقى. هنستفيد بالمره. طب دلوقتي انا يعني عايز اعرف كده، وانت بتعمل لها شعرها، انا يعني في ناس كتير قوي بتضر شعرها بالمكوى. ما هقول لك انا دلوقتي بتضر شعرها ازاي. انا دلوقتي مثلا عامه الالوانات كمان لما اجي اعمل اي لون فاتح، يعني بص اللون فاتح اهو تمام، اللايت توزيعه اللايت ده انا بوزع اللايت. اوكي. ما اسحبش الشعرية كلها، امسك الشعر كده واحط تفتيح على الشعر كله. غلط. واخد الشعر كله اشقره الاول. غلط. انا افتح لايت ده في الصبغه، في اي صبغه، وادخل اللون الثاني فيه. اللون جميل قوي لي عليها يعني ما شاء الله، هي قمرايه واللون احلى عليها ما شاء الله. انت دايما طبعا عارف ان احنا في مجالنا هنا الميديا، ان احنا على طول طبعا بنتعرض جدا للاضاءه والتصوير، ولازم طبعا الواحد يهتم بنفسه دايما وفي الشعر وفي الشكل دايما. حته الاستشوار او المكوى او الحاجات دي بتحرق برده الشعر، واحنا دايما ايدك اللي بيشتغل يبقى ايده خفيف على الشعرايه، يعني ما يدوس جامد على الشعر زي البنات مثلا في البيت. يعني البنات في البيت بتمسك البيبليز المكوى وتمسك الشعرايه
تقعد تدوس كتير وتمسك القصه اللي بعدها وتدوس عليها وترجع الاولانيه تاني وتدوس عليها يقعد ممكن تعمل القصه مثلا والجناب كده تقعد ساعة ولا حاجة تقعد تعمل فيها تكسر شعرها تلاقي شعرها كله وقع ومسك في بعضه نشف لكن هي الشعراية المفروض عامة هي دوسة بسيطة جدا مش شرط ان انا ادوس جامد على الشعراية في ناس بتعمله بعد ما تعمل استشوار بتروح دايسة بالمكوى او تعمل ما هو بعد الاستشوار ما هو انت لازم تعمل استشوار الاول انت لازم الاول تعمل استشوار بعد كده بتعمل البيبيليس ما ندوس جامد بقى على الشعراية يعني ما ندوس جامد الدوسة بتبقى خفيفه كده احنا حتى كمان كاولاد برضو يا جماعه بنعمل الشغل ده ايوه ايوه يعني برضو بعد ما بعمل استشوار او حاجه بيظبط لي شعري بالمكوى لا بس معلش يا خالد انا مخليه الفخر دي سبيشال لكل ستات النهارده عشان احتفالا بيومهم العالمي طبعا انتوا طيبين خلاص يا جماعه عارفين واحنا عندنا عيد العمال برضو انتوا عيد المره احنا عندنا عيد العمال معلش احنا عندنا يوم انت عندكم السنه كلها يعني فين ده والله ابدا احنا ليه صاحي مش بيعملنا يا جماعه عيد للولاد بعيد للرجاله يعني معلش يا ريت المفروض بقى المره الجايه يعملوا عيد ايه ايه ده في ايه احنا عندنا عيد للعمال ايوه حلو قوي ده قول لي طيب دلوقتي انا يعني لو انا واحده بخرج كل يوم طبعا هضطر اعمل شعري كل يوم ولا في بديل ولا ايه الدنيا لا عادي مش انت ممكن تعملي كل يوم بس ما تدوسيش على شعرك جامد يعني مش لازم تدوسه جامد بس يعني دوسه 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 بسيطه لان الدوس جامد على الشعرايه بتبوظ الشعرايه بتحرق الشعرايه ما اقعدش امسك المكوى واقعد ادوس اقعد ادوس 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 لا هي المكوى هي دوسه لو هتعملي ويفي مثلا زي ما انا بعمل ويفي كده انت بتدوسي على الجدرايه وبتعملي هي الكسره مره واحده كده بتنزلي من المكوى ما افضلش رايح جاي على الشعرايه عشان الشعرايه ما تبوظ طب انا ممكن الشكل ده ياخد معايا قد يعني يفضل على حاله الشكل اللي انت الشكل ده يومين يعني النهارده ويقعد بكره وتقدر تنام وتقوم براحتها وعادي يعني ولا اي حاجه طب يفضل زي ما هو دلوقتي لو انا مثلا يعني عايز اجرب حاجه جديده اعرف مين شعري مثلا بيبقى احلى مفروض او كيرلي او يعني ده بيبقى اعرف منين وشي هيليق عليه الكلام ده هو بقى هنا مصفف الشعر هو اللي هنا عنده الخبره في دي اللي يقول لك عليها يعني مصفف الشعر هو اللي هيقول لك هيشوف شكل حضرتك ايه اللي هياكل معاه وايه اللي هيبقى لايق معاه فهنا بترجع للمصفف بترجع للخبره وبعد بقى بعد ما اعمل شعري بالمكوى والكلام ده كله موضوع الميه بقى يعني المية. ده مشكله يعني امتى اغسل شعري كل يعني بعد بعد الاستشوار والفير مثلا 3 ايام 4 ايام تكسر عشان اغسل شعري 3 4 ايام ولو غسلت قبل كده ايه اللي يحصل لا الشعره بتنشف بتنشف الشعرات لا نشفي دايما بيقولوا الواحد ما يغسلش برضو شعره كتير باستمرار دايما ما انا كنت بقول دلوقتي ان الشعرايه ما تتغسلش كل يوم بشامبو بيقولوا ان في طبقه عندنا برضو في زيوت في الراس او في طبقه الراس بتفرزها بتفرز زيوت انت تاني لو انت عامل شعرك تاني يوم تلاقي الشعرايه بدات تدهنين بالظبط بتديها لمعه شويه ده الجزء بتاع الشعرايه والله فانت لما بتغسل تاني يوم تاني الشعرايه بالشامبو انت بتشيل الجزء بتاعه ما لحقش شعرك تتغذى عليه صح فانت بتغسلها شلت انت الجزء بتاعه لكن لما بتسيبه الشعره بتستفاد صح يعني ما نغسلش شعرنا عمال على بعض لا اغسل شعرك كل يوم عادي اغسل شعرك كل يوم ميه مثلا ميه ميه وبلسم خلي الشامبو مرتين في الاسبوع يعني صح. الشامبو مرتين في الاسبوع تلاقي الشعرايه بقت احسن يعني الشعرايه بقت كويسه لكن مش كل يوم انا اخش اخد شعر شامبو على طول احنا في الصيف بقى الصيف كل ده اجباري يا جماعه لازم طبعا كل 10 دقايق بنخش ناخد دش على طول ما شاء الله لا حاجه حلوه بجد دايما على فكره يعني بص بقى شوف انا اكلمك اهو في نقطه شوف انتوا كنتوا بتحتفلوا بعيد المراه شوف مين بقى اللي بيجمل المراه ومين اللي بيطلع شكل حلو احنا الرجال على فكره احنا مسيطرين في الشفات وفي ودايما في المكياج وعالم العالم احنا قلنا بس نسيبكم كده يعني ايه تدوا لنا حته تدوا فرصه يعني لا 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 احنا مسيطرين لا يا جماعه بصراحه بص اقول لك على حاجه في يعني في بعض الرجاله بيبقوا متميزين في مجال معين ممكن يتفوقوا فيه على الستات وكذلك العكس اكيد يعني هتلاقي أكيد. برضو العكس مع الستات يعني اهو نصفاكم اكيد برضو وانا برضو يا جماعه نصفكم يعني احنا عندنا بنطلع شغل حلو قوي برضو الرجاله واخده بالي هو ما شاء الله متالق يعني وهي على فكره حته فن يعني برضو الحاجات دي فنيه اكتر بيقولوا يعني. الايد دايما بتفرق في الحته دي يعني مثلا ممكن واحده تروح لواحد تقول لا ايده مش حلوه في القص او ايده مش عارفه ايه كده هو اللمسه الفنيه دي حاجه مهمه جدا والموهبه برضو اكيد طبعا يبقى عنده موهبه
في الشغلانه علشان يقدر يحبها ويدي فيها. لو حد مثلا جالك جديد وعايز ياخد منك نصايح، يعني عايز يبقى يعني زيك، يبقى مصفي الشعر كده خبره، طبعا بعلمه. يعني يتعلم. ايه اول نصايح بتقولها له؟ اول نصايح اقولها له زي ما احنا كلنا اتعلمنا، انت لازم تتعلم اصول الشغلانه. يعني الشغل ده ليه اصول الاول. انت حابب، يعني مثلا انا كمتعلم انا حابب ايه اكتر حاجه وانا بتعلمها؟ ما اروحش مثلا اشتغل كل عايز اعمل كل حاجه. ايوه عايز اخش مثلا في الميك اب واخش في الشعر واخش في تركيب واخش واخش ادخل نفسي، لا انا اركز في حاجه وابقى متميز فيها. صح. فانا مركز في الشعر. خلاص انا خليني في الشعر. السبغات انا احب السبغات، بشتغل سبغات في البروتين، معايا متخصصين عندي في السنتر، انا معايا متخصصين، اجيب مثلا اللي بيشتغلوا معايا. انت بتحب تعمل ايه مثلا؟ انا بحب اعمل الاستشوار والفير، اخصصك في الاستشوار والفير. انا بحب اعمل بروتين، انا بحب اعمل كذا، اخصص كل واحد في اللي يحبه. صح. طب عشان لما تيجي تشتغليها وانت حباها هتطلعي. أيوه. كل حاجه كويسه هتطلعيها. صح. طب بالنسبه بقى للبروتين، احنا نقدر نستعمل البروتين ده كل قد ايه؟ اللي احنا ماشي، انا عملت دلوقتي شعري بروتين، طب بعد كده انا لما البروتين يروح من شعري؟ هو البروتين عامه مش عايز اي شعر برضه. لسه كنت هسال السؤال. مش عايز اي شعر. ممكن ناس شعرهم ناعم، يعني في شعر ناعم مش محتاج مش بروتين. محتاج بس هي شويه تقول لك اعمل له بروتين، هتلاقي الشعر وقعت. والله طبعا هتلاقي الشعر وقعت. في ما ممكن نعمل ترميم للشعر الناعم، بتعمل له ترميم، لكن البروتين عامة بيبقى عايز الشعرة اللي فيها موجة قوية شوية. أيوه. يعني عايز الشعرة اللي فيها الموجة قوية شوية عشان الشعرة ما تقعش. صح. الشعرة لو وقعت بتبقى طبعا دايما السؤال ده فعلا بيتكرر. ان انا يا جماعة عملت بروتين ولقيت شعري بعد كده وقع. بيبقى الفتلة ناعمة، يعني انا شايف مثلا بيبقى في فتلة ناعمة بس هياشة، هي مفكرة ان كده شعرها وحش. طب هو شعرها مش وحشة. هي شعرها هياشة بس هي الفتلة ناعمة معصفة مجهدة. فاحنا لما بنعمل ترميم الشعره بترجع تاني لطبيعتها. ما نعملهاش بروتين، ممكن اعملها بروتين اطلع شعره. طب والترميم ده انا ممكن اعمله كل قد ايه؟ يعني الترميم ممكن تعمليه مثلا كل 6-7 شهور. مسافه برضه، المسافه اللي هي بتطول من هنا 6-7 شهور، بتطول من عند الروتس من هنا كده لحد هنا كده 6-7 شهور لحد هنا كده. بمناسبه الطول بقى، اساعد بقى شعري ازاي يطول بقى؟ هي بترجع للجزه. بترجع للايه؟ بترجع للجزه، طول الشعر بيرجع لجزاك انت. الاكل يعني الاكل وكده. لكن مثلا ما فيش اي روتين معين اقدر اعمله لشعري بحيث ان انا يعني اساعده في ان هو يطول؟ يعني في زيوت طبيعيه مثلا. لو انت مش ما بتعمليش صبغات ولا الكلام ده، في زيوت طبيعيه. يعني طبعا مش عشان بتعملي صبغه هنقعد ندهن في الزيوت، لا. صح. ففي زيوت طبيعيه لو ما بتعمليش صبغات يساعد انك شعر حضرتك يطول على طول. زي ايه؟ يعني ما الزيوت دي بقى بتبقى عند العطار. انا ما بفهمش، يعني ما بحبش الزيوت. بس عندنا احنا عامه في السنتر انا عندي زيوت، جايب زيوت بتطول الشعرايه، تنفع للاطفال تنفع للكبار. ما شاء الله. بتبقى تركيبه دي متخصصه عندي، يعني مدام واختي ماسكين معايا السنتر، فهم متخصصين في الحاجات دي، في الزيوت بتاعت الشعرايه. وطبعا عندك قسم محجبات. عندي طبعا قسم كبير محجبات. طب دلوقتي انا عشان برضو المشاهدين ياخدوا، يعني دايما اكيد هيسالوا برضو السؤال ده في دماغهم، لو عملت بروتين وحصل برضو فعلا المشكله دي اللي انا شعري وقع، طب ايه الحل؟ يعني عشان برضو ندي لهم الحل، ان هو اكيد الناس بتتفرج، طب انا عملت دلوقتي شعري بروتين وبدا يقع. بدا لا ماشي، هو بدا يقع حاجه غير ما يقع. طب نعمل ايه بقى؟ نعالج ازاي؟ هتسيبه، مش هتعمل له، يعني ساعتها تحط له الزيوت، بقول له حضرتك تحط له الزيوت وتسيبه يطول، ما تحطش عليه اي حاجه بقى. يعني تغذيه ولا تحط صبغه ولا تحط بروتين تاني ولا اي حاجه، ولا استشوار بقى كتير ولا مكوى ولا الحاجة. ولا الكلام ده طبعا، تسيبه بقى ايه يطول. ما شاء الله. ياسمين جميله وبقت اجمل كالعاده من ايد كريم عز. كريم دايما متالق استاذ كريم. طبعا ما شاء الله. دلوقتي كده برضو انا موضوع الويفي ده اقدر ازاي اخلي مثلا، يعني في ناس بتلي عليها الويفي، في ناس ما بتليقش، اظبطها ازاي دي؟ يعني لازم اروح لحد يقول لي؟ هو يقول لك، يعني بترجع الخبره لمصفف الشعر علشان هو اكيد ليه وجهه نظر، هيشوف الوش ده هيليق معايا قصه ايه او شكل ايه. يعني دايما الصراحه بنلاقي اشكال غريبه وفرم غريبه على ناس مش لاقيه عليها، يعني يا جماعه. ايوه. طب ومن ناحيه بقى القصات نفسها، يعني طول القصر الكلام ده كله برده بيفرق؟ بيفرق برده في الوش نفسه. الوش نفسه. طب احنا برده ممكن الاكستنشن او البواريك او الحاجات دي نقدر نعمل نلعب فيها بالمكوى وبالحاجات دي؟ طبعا بتعمل اكستنشن، بتعمل مكوى. انا بحب لما اعمل ويفي افكه، ما احبوش عشان يدي ويفي واسع. ايوه تمام.
كده ده الشكل النهائي صح؟ كده ده الشكل النهائي ما شاء الله. جميلة متألقة. أظن طبعا عيد المرأة دلوقتي إيه؟ يوم المرأة العالمي. احتفال كبير قوي. فيستيفال. ادي كده ويفي عملناه ويفي على طول ما خدش وقت. ايوه ويفي واسع ولبسنا وبرده ما دوستش ده اللي خلاك ما خدتش وقت برده يعني. ودايما عايز اوري اقول للناس ان المكاوي في مكاوي بتبقى سخنه قوي فاحنا بنتحكم في درجه السخونيه من الدرجات تمام. في شعرايه ما تحبش درجه السخونيه عالي يعني انا عندي كذا درجه. انا هنا لما اشتغل في شعراء ناعمه بقلل الدرجه بتاعتي اوكي ما اجيبش الدرجه على الاخيره والشعر يشيط مني ويوسع. تمام ايوه بالظبط كده. يعني طبعا المكاوي البخار اكتر ولا لا لا العاديه عاديه يعني العاديه في برده مكاوي لو بعدين الصياعه في مكاوي لها شغلها اللي هو الكيرل الضيق صح ده بيبقى ليها شغلها بتعمل بيها الكيرل الضيق. انا هنا بعمل الليس اعمل بالمكوه دي والويف المفتوح اعمل المكوه دي كل واحد ليه طريقه وممكن اعمل بالثانيه ليس برده وممكن اعمل بالثانيه كيرل فهي كل مكوه ليها طريقه والمصفف هنا بيبقى عارف يعني ده عالم ثاني يعني عالم ثاني موضوع ثاني. نورتنا بجد وبصراحه احلى شكل مع ياسمين الموديل القمر ومعلومات اعتقد افادت كل ست النهارده في فقره مهمه جدا والاول مره فقره عن الشعر. ولو عندكم اسئله ثاني ان شاء الله نخلي حلقه ثانيه باذن الله للاستاذ كريم ينورنا فيها عشان مجال الشعر ده مجال كبير جدا. خلوكم بعد الفاصل ومعانا فقره مهمه جدا ومره ثانيه المتالقه استاذ سماح السيد معانا منورانا طبعا معانا فقره عن التخسيس ومعلومات اضافيه النهارده. استنونا بعد الفاصل.